السلام عليكم، مرحبا بكم. وصفتنا لليوم هما الحريشات. بالنسبه للمقادير غنحتاجو 2 بيضات، كاس ديال الزنيدون، نصف كاس ديال السكر الخشن، غنحتاجو كيس ديال الخميره، كيس ديال الفاني عفوا، زائد كيس ديال الخميره الكيميائيه، ونحتاجو قليل من الملح، شوية خميرة معجنة، تقريبا كأس ديال الكوك. وغنحتاجو الحليب باش نخلطو، غنحتاجو جبانية ديال السميد الرقيق، وغنحتاجو كاس ديال الذرة، زائد بنية تانية ديال السميد الرقيق. غنجيبو الضراب ونحركو البيضات مزيان، نزيدو ليهم السكر السنيدة ونخلطو مزيان. نزيدو الزيت ونخلطو مزيان، استمر في التخليط مزيان. نضيفو الخميرة زائد شوية ديال الملح، نضيفو كيس ديال الخميرة الكيميائية، كيس ديال السكر بنكهة الفاني. ونخلطو حتى تذوب لينا الخميرة المعجنة مزيان. نضيفو شوية الحليب، تقريبا كنحتاجو الحليب في الخليط كامل نص لتر. وكنخلطو مزيان بالضرب حتى كتذوب الحبيبات ديال الخميرة معجنة. من بعد نضيفو كاس ديال الذرة، طحون مزيان. بالنسبة للناس اللي ما كيبغوش الذرة، ممكن انهم يكتفوا فقط بالسميدة الرقيقة. نضيفو السميد الرقيق الجبانية الاولى، ونزيدو الجبنية الثانية،
من بعد ما نحيدو التراب نخلطو بإيدينا مزيان، نعجنوها مزيان ونضيفو الحليب شوية بشوية. كيف ما قلت لكم كنحتاجو نصف لتر من الحليب بالضبط. نخليوها واحد شويه ترتاح ونضيفو الكوك ونخلطو. نخليوها ترتاح واحد شوية ونرجع. بعد ما ارتاحت غنجيبو السميدة الخليطة والصحن فاش غنكورو وغادي نبسطوها، نكورو الكويرات نفندوهم في السميدة الخليطة ونديرهم في الصحن. نستمر في هذه العملية حتى غادي نكملوا جميع العجين.